الفريدي بيرسل الكره في مكان الى عيسى المحياني، نقل الكره ولمسه اولى من عبد اللطيف الغنام الى احمد الفريدي في مكان، كره عرضيه الان بتتهيأ، المحاوله الان فيها مرور لكن الكره بتتخلص، عادت من جديد تياغو في مكان، مرور تقدم فرصه تسديد. يتقدمون أحمد ياسر أهدر الفرص السهلة، ماذا عن الصعبة؟ تياغو الكرة بتضيع، لكن من الفريدي ما تضيع، من الهلال ما تضيع، قمة العيد لا تنتهي بهدف وحيد لفريدي، يقول هذا جديدي. كل الهدف حسرة على من بدا لاعبا لكرة السلة في نادي كركوك، لاعب كرة سلة كان في منتخب شباب السلة، وهنا الكرة والانطلاقة، وليد بيلعب للكرة، الله الموج عالي والبحر غدار،